الكتاب الذي بين يدي بصائر الدرجات، وقد يعرف ببصائر الدرجات الكبرى لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري، وهو من رجال ورواة عصر الغيبة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان، في الصفحة 46، إنه الحديث الثامن بسنده عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه، يحدثنا بحديث جرى فيما بين رسول الله وأمير المؤمنين. أذهب إلى موطن الحاجة الذي يرتبط بما نحن فيه. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول لأمير المؤمنين: يا علي، أنت أصل الدين. وتحسن لدين لا يكون علي أصله. يا علي، أنت أصل الدين. ومنار الإيمان وغاية الهدى وقائد الغر المحجلين. ثم يقول له: أشهد لك بذلك. محمد الأعظم صلى الله عليه وآله هو الذي يشهد لعلي بهذا. أين تضعون منظومة أصول الدين الخمسة؟ هذا الهراء المسخ أين تضعونه من هذا المنطق؟ هو منطق القرآن نفسه، نفس القرآن يتحدث بهذا المنطق. وعرضت عليكم شيئا من نفحات آياته، اجمعوا بين هذه المضامين ستصلون إلى شاطئ الأمان. ما أنا قلت لكم أهلا بكم في المنطقة الآمنة. لقد نبهناكم في إعلاناتنا أن تفتحوا الأحزمة، دخلتم في المنطقة الآمنة. المنطقة الآمنة هي هذه، إنها مسيجة بسياج ثقافة العترة. لن أخرجكم وحق فاطمة بقدر ما أستطيع من هذا السياج المقدس. سيبقى الحديث دائما ضمن هذا السياج، بعيدا عن قذارات السقيفة وقذارات مراجع النجف. نحن في المنطقة الآمنة ما بين قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير، وبين كلامهم النوري وأحاديثهم العطرة. نحن نستنشق هذا الأريج المقدسة من هذه الرياض النضرة، إنها رياض حديث الباقري والصادق والكاظم والرضا. هنيئا لنا ونحن نتجول
في هذه الأصقاع الشريفة. فماذا قال محمد صلى الله عليه وآله لعلينا؟ قال له: يا علي، يا علي، أنت أصل الدين. هو هذا أصل الدين، هذا هو الذي أتحدث عنه، هذه ثقافة محمد صلى الله عليه وآله. يا علي، أنت أصل الدين. ثم يقول له: أشهد لك بذلك. محمد يشهد لعلي بأنه أصل الدين، ويخرج علينا هؤلاء مراجع النجف الأغبياء الثولان يقولون من أن ولاية علي هي من فروع الدين. من طيح الله حظكم وحظ حوزتكم، طيح الله حظ فقهكم وحظ عقائدكم، طيح الله حظ دينكم هذا. محمد يقول لعلي: يا علي، أنت أصل الدين. في الكتاب نفسه، في هذا الكتاب الذي يشككون فيه ويعدون أحاديثه من أحاديث الغلو والارتفاع، على أساس هم هو يفتهمون الجماعة، يعني غبران ثولان أغبياء. ما هو هذا منطق القرآن بشكل واضح؟ هذه الروايات والأحاديث إذا عرضناها على الآيات المتقدمة الذكر، هل تتعارض معها أم تتعانق تعانقا كاملا وتتناسق تناسقا واضحا وتتسق اتساقا بينا؟ لكنهم أغبياء، اتخذهم إبليس حميرا، استحمرهم. لكن يا للأسف، هم استحمروا الشيعة بعد ذلك، إبليس يستحمرهم وهم يستحمرون الشيعة. رجاء رجاء أتحفونا، أتحفونا بالوثيقة الديخية التي تخبرنا كيف نشأت العقيدة الشيعية عند الشيعة الذين يقولون إننا شيعة لصاحب الزمان. لقد جعلوهم حميرا وقالوا لهم ديخ. أتحفونا، أتحفونا رجاء. ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي: أدري على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له: آخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال: توصل اطمئنا، تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي: مش ده أقول لك تركب، يعني خلاقة أغاميشيني خلاقة أغاميشيني جيمي قلت بقول لك بكير حركة صدوم فقش ديخ بعربية فقش والنفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء. عرضنا قال: تركب مثل ما ركبت نعم والله ديخ. مش لا، مو علم اجمالي، هذا واقع، واقع الشيعة. لا، اقول واقع الشيعة هذا، والله هذا واقع الشيعة.